واش الجارات؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتعرفوا الفيديو هذا غندو على ماتش ديال البركان والرجاء البيضاوي، مقابله اللي كان فيها الفوز فريق الرجاء البيضاوي، واخيرا شفنا الفوز بعد 8 مقابلات في البطوله، يعني زيرو فوز صراحه. بعد فسخ العقد مع المدرب منذر الكبير جاء الفوز، وكن كنا نشكروا ابو شروان على الخدمة ديالو ديال اليوم، كنشكرو بزاف. غندوي على بزاف ديال الحوايج في هذا الماتش، خدم معايا دماغك، دير معايا لي زياج وتصنت ليا مزيان، وغنهضروا على الماتش بشوي بشوي، ولا خدم لي داك البلازما عندكم اللي ما فيها والو، خدم ليا في هذا الفيديو هذا وتصنت ليا مزيان اخويا، وغنهضروا بشوي بشوي. الفيديو غادي يعجبك، تفرج حتى الاخر غادي نعجبك فيه مزيان. فوالا غنبداو على الماتش. اول لقطه غادي ندوي بها، والاول لقطه غندوي عليها هي اللي ما عجبتنيش. انت كتفرج وانت كتفهم في الكره، وانت اي واحد لعب الكره وما عجبوش هذه اللقطه هذه اللي شفتها انا، وضراتني في خاطري بزاف، اللي كاينه في الدقيقه 95 و 38 سكون. يعني هنا غادي نوريكم اللقطه اللي غادي يدخل فيها اللاعب الرياني، اللي صراحه انا ضراتني شخصيا ابو شروان. انت دوزتي الكره ومش بغيش انك تطالب هذه اللقطه، انك لعاب دخلوا في الدقائق الاخره، يعني دقيقه 95 اللي غيسيف لي لاربيط تدخلوا، يعني عمرنا شفناه، عمرو دخل، عمرو تكونفوكا، ونهار تكونفوكا ويدخل التيران دخلوا بهذه الطريقه. صراحه شنو كتسمى، شنو غادي يقول على راسه؟ يعني القضيه هذه اللي ما عجبتنيش، بلا ما تقول لي غندخلو غادي يسوقر البريم ديالو، غتحسب لي البريم انه غياخذو كامل، حيت البونتوش كياخذو نص البريم وغياخذو كامل. هادي كنديرها مع شي لعاب اللي كيكون ديجا لاعب وشيفو الجمهور. اما الرياني عمرنا شفناه بامكان ديالك انك تدخلو في بلاصه الوردي وفي بلاصه كامارا، حيت فاش دخلتي الوردي صراحه الوردي ميليو ولا خاوي بزاف، وكامارا بانت بلاصتو. كنتي تدخل الرياني في بلاصه الوردي، ونشوفو الرياني علاش لا، حيت شوف ماتشات ميكال كاش كنقولو على لعاب مزيان، يعني صراحه ملي شوف ماتشات ميكال بان لعاب مزيان، كنشوفو اين فوا دخل سيف لا لاربيط، اين فوا دخل سيف لا لاربيط، يعني الاحساس ديالو كيفاش غيكون بهاد اللقطات، ما قاش حتى البالون، ما وقفتش في التيران، ما حتى شي حاجه، يعني ندخلك في الدقيقه، كون دخلتيها في الدقيقه 90 بقى 6 دقائق نقولو شي حاجه، ولكن دخلوا في هاد القيطاش هادو انه يسيف لي لاربيط، صراحه انا شخصيا ما عجبتنيش، وصراحه ما عجبتنيش ابو شروان انك دير على القضيه ولعب شي كره، وانك لاعب دخلوا عمرو شافوا الجمهور ودخلوا في هذيك الدقيقه، صراحه صعيبه شويه انك ما تدخلوا يسيف لي لاربيط، يعني راه نفسانيين كتحطموا. المهم دوزوا شوفوا كاميرا، شوف لي كاميرا، يا سلام، وكاميرا كان رجل المقابله صراحه اللي كيتفرجوا في الكره غيبان لي في وسط الميدان، كاميرا كان حاكم وسط الميدان، يعني كيشد تيكي طاك. هنا شوفوا لي هاد القيطاش، هادي كره عند الهدهودي، انا غنمشيو القيطه بالقيطه باش نحلو. هنا الراجل انتشار كان مزيان، كنشوفو بنتي كاميرا مقدم، يعني مكازي صراحه الراجا كانش مزيان هاد المقابله، اللي عارفاش كيفاش تسير المقابله، ما عرفتش واش المشكل كان في الرئيس ولا ما عرفتش، ملي مشى هاد الرئيس ومشى المدرب هنا قنطره رائعه. شوف لي هاد القيطه، شوف لي هاد البويضه، الراجا معروفه بالبويضه. سير ما فيها والو اخويا، ما فيها والو، بان لي واحد الناس ولاو لاعبين على كاس العرش بحالنا. هدهودي معروف عليك الهدهودي، هادشي صراحه هدهودي طير ليا كواري، ما كاينش مشكل. غندوزو لقيطاش اخرين، هنا الهدف الاول دقيقه 14 لي بوزو غادي يعطينا عرضيه، بوزو رجل مقابله كذلك هو مثال بعد كامارا كل مخرج، بوزو غيعطينا عرضيه. الزرهوني ما عرفتوش لعابه، ما عرفتوش هاد الماتش هذا، داروا مقابله رائعه، هدف رائع جدا. انا هاد البيوش هادو صراحه لي كورنير ولا ضربه خطا ما كناش كنماركيوهم اصاحبي، ما عرفتش انايا كاين هنا تغيير اليوم، كاين تغيير في المقابله اللي صراحه. شوف لي هاد البيش هذا بق، هدف رائع. هنا غنشوفوا عرضيه صراحه، بوزو كيعرف يسونطري، كاين سكواري مزيانين، هنا ضربه كاش مركزه. خزروني كون كنتي بحكم البديه ديال العام كاع ما نعايروك ولا نهضرو فيك كاع، كنا حنا كنشجعوك. انا غنشوف عاوتاني لقيطه اخرى، كره عند الهدهودي عجبني، انا كنبنيو من الخلف، يعني كنشوفو مقدم، انا غياخد بالون غيعطيها لبنتيك، بنتيك ضريبه. شوف ليا كامارا، كامارا في السما صاحبي، راه مايمكنش اصاحبي حاكم ليا الميليو، كامارا راه صارح في راسكم واحد الحاجه، كامارا جا مليار عرض فيه مليار من الخليج. انا سيدي هنا بوزو غير لصق واحد الكره في كامارا، شوف ليا كامارا كيفاش غيبقى لها الحل، طالون شوف كامارا طق هكا، كامارا رق، داكشي ديال البارسا اخويا، كامارا كامافينغا، سير ما فيها والو، ضرب لي على باس كيدير.
واش بعدي سير اخويا ادخل ما فيها والو. صراحه كانوا شي القطات اليوم زوينين، مقابله كانت استعراضيه فهمتي ولا لا؟ غنشوفوا بوزوق اللي غيخطف ليا كره. ايه تا حيد يدك وكول بالمعلقه، حيد يدك وكول بالمعلقه، ما تبقاش تلعب بايدك بزاف. هنا ضربه خطا اللي غياخذ عليها صفره، حكم دار بعض الاخطاء ولكن المقابله خرجها مزيانه. هنا كنشوفوا بوزوق اللي صراحه قدوا الخفه والرشاقه. هنا غنشوفوا القيد اخرى، هنا غنشوفوا تشوش. هنا عجبتني واحد القيطه اللي زوينه صراحه، ما عرفتش واش رديت ولا البال ولا لا، هي ديالاج ديال المقعازي. المقعازي غيشد البالون هنا غيبان لك ميتر. برناردو سيلفا دا خويا عطى لي بداوي. ايه بق رق خذ لي يا خابه، داكشي زوين داكشي زوين. المقعازي كيلعب وكيتشمتع. هنا نشوفوا كره اخرى عاوتاني عند زريده. هنا اللي ما عجبنيش خابه، هنا ما نضربش خابه، هنا نعطيها للمقعازي هنايا الساو كيف ما كتشوفوا. ندخل ناخذ هنا هذه الراجه، ولكن التسديده كانش مزيانه مزيانه الخابق اللي ما بيش. هنا غنشوفوا عاوتاني القيطه اخرى عاوتاني اللي ما عطاش فيها الحكم ورقه صفراء. عاوتاني اللاعب عاوتاني غيستخدم اليد ديالو، يعني كنقول لهم اللعبة ديال البركان الله يهديكم، كلوا بالمعلقه وحيدوا ايديكم الله يهديكم. شو تاو صاحبي ما فهمتش البركان واش كتلعبوا بيديكم ولا شنو؟ واش لاعبين حنا الهوند؟ الله يهديكم. حنا غندوزو لقيطات اخرى هنا، تا حيد يدك وكول بالمعلقه المعلقه المعلقه. دوز اخويا راه نشوف شو كاميرا. هنا ميليو تيران، هنا غنشوفو هنا هجمه كانت ديال البركان. بركان اللي العام علامه استفهام صراحه، فريق ضعيف جدا كيحتل. هنا نشوفو هنا اللي تدخل رائع لبن تشيك بق، الله يعطيك الصحه بن تشيك. يعني بن تشيك صراحه شو تشوف لي البحيري اللي قال لك باغي فيه 500 مليون، لعب عادي جدا مستوى عادي جدا. كامارا شوف يدوز كامارا، كامارا شوفوا لي كامارا شحال من لقطه وانا كندوي على كامارا وحاضي كامارا كامارا ما يمكنش. هنا غادي نشوفوا القيطاش اخرين ياك سيدي، راه لي هنا انا غنشوفو هنا، انا بان لي هنا كاينه ورقه حمراء، كنظن هنا كاينه ورقه حمراء ديال الحارس. علاش؟ حيت هنا كاين اعتداء من طرف الحارس. انا غنشوفو القيطه وغادي نهضروا عليها. هنا دار ديكاش ولكن راه ضربو باليد ديالو بحال شي مسمنه مسمنه ملويه اخويا صعب التكوين. هيا هنا راه كاين تعدي من طرف الحارس انه كاين انه دار بالعانات. شوف معايا اللقطه عطيني الراي ديالك في الكومونتير قول لي واش بان فيها ورقه حمراء ولا لا. شخصيا بان لي كاين اعتداء. ها شو اليد ديالو شو لا تصرفيقه غيعطي شوف شتي ولا لا. شوف هما انا دار الخبط الحارس وهنا الفار كان اللي تدخل. ضربه جزاء اللي غنشوفوها كاينه فيها كثره الهضره بزاف، قيل وقال اللي غنحاولوا نقربوا. هنا الرجلين باقيين قد قد هنايا ولكن غنشوفوا بداوي هنا ما فيهاش ضربه جزاء. شوف لي يد الرجل ديال البداوي هي اللي قريبه للبالون، والرجل ديال الفلاحي كاينه تحت كاينه تحت الرجل ديال الفلاحي ولا ما تسميتو فلاح كاينه تحت بداوي. او شوف لي السام هنا الصباط ديال الفلاح ولا ما تشي فحلي. شو الكره فين ورجل اللاعب ديال البركان فين؟ وشو الكره فين ورجل ديال البداوي فين؟ ضربه جزاء فين كاينه صح؟ هاي غنشوفها ها والله يتبين هنا. شو الرجل ديال اللاعب ديال البركان كاينه بحال هكذا والكره هنا، وشو الرجل ديال البداوي كاينه هنايا. ما زق بان لي هنا فيها وقعت ضربه جزاء بلاتي. شوفوا الرجل ديال اللاعب ديال البركان كاينه فوق الرجل ديال البداوي. بلاتي هنا راه كاينه فيها شي علامه استفهام اخويا. ضربه جزاء كاينه الصاد كاينه اعتذر كاينه ضربه جزاء اخويا لا غبار عنها. انا شوف حنا اللي كاينه كاينه تصابونا كنبداو كاين بينالتي اخويا بداوي. ندوزو هنا ضربه جزاء مالك الحراس في المغرب لضربه جزاء هو انس زنيجي وغيتصدى ليها اخويا عاوتاني انس الله يعطيك الصحه. رجع لها رجع جا جا او مالك ضربه جزاء واحد قرب انس زنيجي راه ما يمكنش. وكاين الهاد هودي الهاد هودي عاوتاني غتشارك عاوتاني الهاد هودي يا صاحبي اسير بحالك الهاد هودي اسير بحالك لا جي انت لا جي الهاد هودي وانت سير بحالك الهاد هودي اسير ضرب لك شي دوره صاحبي محيدين بالون. لا اله الا الله ضربه جزاء ضربه جزاء ضربه جزاء
وفيها نعاودوش الهضره. هادو ديالنا ما عرفتش واش الجيش كيدير سي هضره بشي ضويره غيرها، ما كناش غنعاودو نعطيو ضربه جزاء. انا اللاعب ديال البركان يعني فحلي ولا ما تسميشو ما عندوش الشخصيه يعاود يضرب ضربه جزاء، وانا غنشوفو ضربه جزاء كتسدد وكي انا الزنيشي راه فنان. انا غنشوفو الهدف الثاني اللي ما غيتعطلش، عرضيه من الزرهون اللي دار مقابله رائعه خابه، وزريده غيعطينا الهدف الثاني اللي زريده حاليا ما كيتفهمش، لاعب اللي ما كيتفهمش، لاعب اللي ما تعرفوش شنو كيلعب كيفاش كيلعب واش كواري ولا ماشي كواري، ولكن راه كيقضي الغرض زريده. تحيه ليا هاد الفرقه هادي حاليا حنا كنستعدو بها للديربي، حيت واحد الناس باقيين لاعبين غير على كاس العرش اليوم بان ليا وقيلا كاين تعثر كبير هربات عليهم البطوله. تخيل معايا في سيمانه مشات لهم بطوله وكاس العرش وغادي يلعب، مشات لهم بطوله والتشامبيونز ليغ، وهاد العام هذا غادي يلعبوا معنا على كاس العرش نصف النهائي. حنا راه كنستعدو وحالفين عليهم على داكشي اللي داروا لينا بالتحكيم، داو تعادل فابور، هنا شونج دوبال ديال رحيمي، وهنايا ميساوي اللي ما كيمركش بغى يهرس لينا بوزوق. والله يا خويا راه ما كتمركش، ودير اخويا راه ما فهمتش كنت حشم واحد شويه باغي يضرب مع ابو شروان، راه حشم تدخل عليه بحكك بدا ولاش كتهضر معاه، او ما عرفتش انايا تصاره ديال والو. انا غنشوفو عاوتاني هنا ضربه خاطئه اللي كاينه معلش على الحكم. ايا خويا غنشوفو هنا البحيري رجل ما فهمتش شو شو هنا كاين خطا، كاين خطا، كاين خطا على السي البحيري. واش هما كاملين كتلعبوا بيديكم الناس بركان، كاملين كتلعبوا بيديكم، دوز اخويا ما فيها والو. ولا هنا ظهور القرش، ظهور الوحش، ظهور اللاعب الخطير مذكور، ولكن هنا بوزوق اصابه ما عرفتش، نتمنوا ليه الشفاء ويبقى معنا بوزوق رجل مهم. وانا غنشوف عاوتاني الكوميديا، هنا جبنا الكوميديا، هنا غنضحكوا واحد الشوه غنمشيو بحالنا بداوي لمن غيعطيها لجبن جديده، قبل جديده لمن غيعطيها الوردي، الوردي غيعطيها الرحيم، يجري 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 معايا نضرب ليها الباكيه كي داير. ورحيمي ورحيمي او شناهي هادي أرى لي اخويا نشوفو شويه كوميديا اخرى، الضحك الضحك عاوتاني هاك هاك زاهي ضحك، ضروري حنا نديرو شويه كوميديا. ضرب لي على التواشه الله بعلوك بداوي، كنا باغيين ضد الاهلي والله تبعلوك الله غول سير اخويا، ضرب لي على بنان ويلي 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 ويلي. اخويا دير لنا شي لعيبه ديال الزلاطان وابه جديده بلي غتبع الهبطي وهادشي اللي كاين عاوتاني. وضرب لي على ضرب لي عاوتاني على 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 ضرب لي على الكوفيد، ضرب لي على واحد القلبه غتشوف انا عجيبه ماشي ضربه جديده، واحد القلبه هذا الوردي ضرب لي الوردي، ضرب ضرب لي الوردي شلاهي ديال شلاهي الوردي هادي والله الا هجوه ما عقر. نوريكم واحد القاعده اخرى ونخدموه القاعده ان شاء الله، القاعده اخرى ضرب لي ضرب رحيمي بغى يصنع البن جديد ضرب وهادشي اللي كاين. وديما راه عجبك الفيديو خلي لي كومونتير وقول لي اش بان لك في الماتش ديال اليوم، عندنا الماتش جاي وجده في وجده. تحيه للجمهور اللي مسكت الصراحه، وتحيه للمعلق الامازيغي اللي كنا سكت وخلينا نسمعوا الجمهور. وخلي لي التعليق ديالك، ما تنساش ابوني في لاشين باش ديما تحضر معنا، اللي بغى يدوز الانستغرام يشوف ستوريات الاخرين اخر الاخبار وهادشي اللي كاينو. ديما رجاء دير لي لايك بزاف الدراري باش نعرف الفيديو اللي عجبكم، وديما رجاء ونتلاقاو مع ناس اخرين اللي غيلعبوا معنا غير كاس العرش ونشوفوا شكون اللي غيخرج الزيرو رقم.